هم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست، عنست. هم يريدون هذا. من الذي حدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر، جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، صغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقن قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. وغرضهم من هذا، غرضهم من هذا إطلاق سراح المرأة للحرية المزيفة التي هي ظلم للمرأة في الحقيقة وإضاعة للمرأة. فلنتنبه لدسائسهم أقوالهم وماذا يريدون.